كثير من الناس يقول نحن نقرأ في كتب المفسرين الكتب القديمة وبها فوائد عظيمة، لكن بها اختلاف بين المفسرين، فما هو الراجح حتى نستفيد منها؟ فالجواب عن هذا أن القرآن أولا يفسر بالقرآن، إن وجدت آية تفسر آية فيؤخذ بها، هذا أولا. ثانيا يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا يفسر كلام الله بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصروا. رابعا إذا لم يوجد يؤخذ بتفسير التابعين كما ذكر ذلك كثير من أئمة السلف، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعبوا في ذلك رحمهم الله في تعلم التفسير. لكن ما السبيل إلى الاستفادة من هذه الكتب حتى لا يقع القارئ في حيرة من أمره؟ فالجواب عن هذا أن معظم اختلاف المفسرين في الآيات اختلاف تنوع وليس اختلاف تعارض، يعني لا تعارض بينها بل تنوع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. أعطيكم أمثلة. القرآن قد يفسره بعض المفسرين بالمثال، يعني بمثال واحد، مثاله هذا مثال والآيات كثيرة، قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ماذا قال بعض المفسرين؟ قال إن الظالم لنفسه هو الذي يضيع الصلوات فيصليها خارج الوقت، والمقتصد هو الذي يصلي الصلوات المفروضة فقط، والسابق بالخيرات هو الذي يصلي الصلوات المفروضة مع النوافل. هذا التفسير بالمثال، وإلا في الآية أعم. ولذلك يأتي مفسر آخر فيقول الظالم لنفسه هو الذي لا يزكي، والمقتصد هو الذي يخرج الزكاة الواجبة، والسابق بالخيرات هو الذي يتصدق الصدقة الواجبة مع النافلة. هل بين هذين القولين تعارض؟ لا. أحيانا يفسرون رحمهم الله يفسرون بعض الألفاظ المشتركة في اللغة التي لها أكثر من معنى. مثال ذلك قوله عز وجل في بيان صدود الكفار عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم حمر مستنفرة، حمر مفردها حمار. قال بعض المفسرين إن معنى قسورة هو الأسد، وقال بعض العلماء القسورة هو الصائد، لأن كلمة قسورة في اللغة تصلح للصائد وتصلح للأسد. من يفسر قسورة بأنه الأسد والآخر يقول هو الصائد؟ أهناك اختلاف؟ لا، لأن التفسير هنا باللفظ المشترك في اللغة. هناك من يفسر القرآن بالوصف، يعني الوصف المتعدد لهذا الموصوف. مثال ذلك مثلا السيف، ألا يسمى بالصارم؟ بلى. ألا يسمى بالمهند؟ بلى. لو قال شخص عن السيف إنه هو الصارم وقال آخر هو المهند، أبينهما تعارض؟ لا. مثال على التفسير بالوصف قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، بعض المفسرين قال هو الإسلام، وقال بعضهم هو القرآن، وقال بعضهم هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيها تناقض؟ ليس فيها تناقض، فكل منهم فسر الصراط بالوصف المتعدد لهذا الصراط، لأن هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكله أوصاف تصدق على هذا الموصوف الذي هو الصراط المستقيم. بعض المفسرين يفسر الآية على حسب مرجع الضمير، يعني مثال ذلك قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه يرجع إلى موسى أو يرجع إلى الكتاب؟ بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، ولا تعارض بينهم، فإن الكتاب هدى وموسى هدى لأنه يبين لهم طريق الحق. ولكن يعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كلما كان الإنسان، كما في مقدمة أصول التفسير، كلما كان الإنسان مدركا وملما لجميع أقوال المفسرين في هذه الآية كلما كان معنى الآية عنده أكمل. لكن لو فسرها بتفسير واحد من هذه التفاسير صح. إذن بعبارة موجزة، إذا قرأت في تفسير الطبري أو في تفسير ابن كثير أو في غيرهما أن الآية تحتمل كل هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون فاعلم بأنها أقوال مقبولة، أما إذا كانت الآية لا تحتمل أحد هذه المعاني فإنه يرفض ولا يقبل. ولذا فإنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالرأي، يعني بالعقل، كما نص على ذلك الأئمة. ولذلك دخلت الصوفية والرافضة ومن حذا حذوهم في تفسير القرآن بالعقل فضلوا وأضلوا.